تفاصيل تطوير مشروع بيعتبر من أهم المشاريع اللي بتنفذ في الوقت الحالي. مش بتكلم عن تطوير عواصم المحافظات، ولكن كمان الأراضي المملوكة للدولة بشكل عام، وعندنا كمان أرض اللي هي أرض الأوقاف الموجودة في محافظة الأليوبية. إزاي هيتم الاستثمار فيها؟ إزاي هيتم استغلالها؟ إزاي هيتم تطويرها؟ معانا دلوقتي على الهاتف علشان نعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع وأهميته، وإيه كمان اللي هيتم الفترة المقبلة. معانا المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية. صباح الخير يا فندم. خير. أراضي الأوقاف بشكل عام في معظم محافظات الجمهورية كان هناك تعديات عليها وغير مستغلة. إيه الهدف من هذا المشروع؟ وإيه اللي هيتم الفترة المقبلة؟ وإزاي هنقدر إن احنا نستفيد من هذه الأراضي؟ طبعا الهدف من المشروع اللي هو بنظرة عامة على المشروع تطوير العواصم محافظة المدن الكبرى، إن احنا إزاي نبقى فيه أراضي داخل المدن غير مستغلة أو متعدى عليها أو تستخدم استخدام خاطئ. يعني صحيح. عملنا دراسة نقول إحنا ماذا بعد لما كان الصندوق اسمه صندوق تطوير العشوائيات، طب هنعمل إيه بعد ما نطور العشوائيات أو نخلص على الغير آمن؟ قعدنا نفكر هل هيبقى اسمنا صندوق تطوير العشوائيات وهنقول في دولة جديدة دولة حديثة، هل هيبقى في كلمة العشوائيات تصلح إنها تكون موجودة في الدولة اللي احنا بنقولها انها تكون هي ده مستقبلنا؟ فهنا غيرنا وقلنا لازم من 3 سنين بدأنا نعمل الدراسة بتاعتنا ونقول هنسمي الصندوق ايه؟ لما هنسمي الصندوق ايه؟ هل المهام هنغير الاسم بس ولا بس كده خلاص؟ لا، هل المهام هتتغير؟ لازم هتتغير. من ضمن المهام اللي احنا حطيناها في قرار الصندوق الجديد وتشكيله الجديد ان احنا هنطور داخل المدن، زي ما بيحصل تطوير في المدن الجديدة، في مدن جديدة العاصمة الإدارية، العالمين، المنصورة الجديدة، بورسعيد، إسماعيلية، منيا، كل دي مدن جديدة. طيب داخل المدن بقى القلب نفسه هنعمل فيه إيه؟ طب كان عندنا مشكلة كبيرة جدا، إزاي نطور وعندنا ندرة في الأراضي؟ لا ما عندناش ندرة، ده إحنا عندنا أراضي غير مستغلة، عندنا مصانع داخل الكتل السكنية، عندنا ورش داخل الكتل السكنية، عندنا مقالب عموميه داخل الكتل السكنيه، كل الكلام ده لا يصلح يبقى داخل الكتل السكنيه، عندنا اراضي مملوكه للدوله وبتستغل استخدام خاطئ او يتم التعدي عليها بالظبط. فاحنا عملنا دراساتنا وبدانا نوجد اراضي، من ضمنها اراضي المشروع اللي بنتكلم عليه، طبعا ده جزء صغير لكن هنتكلم فيه مشروعات اخرى كتير. احنا بنتكلم ان احنا مستهدف عندنا 500,000 وحده، فاحنا بدانا العمل على النقطه دي ضمن المشروعات والحاجات اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي تطوير عواصم محافظة المدن الرئيسية تحت مسمى صندوق التنمية الحضرية. طب هل ده بس تحت مسمى صندوق التنمية الحضرية؟ لا، عندنا تاني تطوير القاهرة التاريخية اللي بقالنا يعني مئات السنين بنتكلم ان القاهرة التاريخية من ساعة ما اتعملت وبدأت تنزل لغاية ما وصل للحال بيها اللي احنا شايفينه دلوقتي حالا، بقى في خرابات. يعني كلمة خرابات دي مذكورة شيء عادي جدا لما حد يقول لك ايه لا، واحنا اللي بينزل دلوقتي وسط البلد او معظم الاماكن في القاهره او القاهره القديمه كمان تحديدا، لا هيلاحظ ان في طبعا طفره غير مسبوقه في التطوير وفي المشاريع اللي تمت. ولكن لو رجعت تاني للموضوع اراضي الاوقاف وايه اللي هيتم فيها الفتره اللي جايه، هل فقط هنركز على الاليوبيه؟ لان اراضي الاوقاف موجوده يعني في معظم محافظات الجمهوريه، ومن المفترض كمان يا فندم انه كان في تنسيق أو حتى الآن في تنسيق ما بين المحافظة وهيئة الأوقاف علشان يتم تقنين أو تسهيل الراغبين في تقنين أوضاعهم. إحنا هنا دورنا إيه؟ الصندوق هيعمل إيه في هذه الأراضي الغير مستغلة أو حتى اللي تم التعدي عليها؟ طبعًا إحنا الأراضي دي كلها تتحول لمشروعات سكنية أو خدمية أو حتى ترفيهية. يعني مش هنسيب قطعة أرض ومش الأوقاف بس برضه، بس الأوقاف طبعًا ليها أراضي كتير جدًا في ربوع مصر. صحيح. يمكن حتى برضه قطاع الاعمال له اراضي كتير موجوده داخل المدن، وبدانا برضه نشتغل عليها. احنا بنشتغل مع قطاع الاعمال، الاوقاف، الري، الزراعه، في اماكن كتير موجوده داخل المدن وداخل الكتله السكنيه كلها تبقى تحت المبدا. احنا بنتكلم دلوقتي عن الاليوبيه، هل مثلا احنا يعني
هنكون موجودين في اكتر من محافظه المتعلقه طبعا باراضي الاوقاف. اراضي الاوقاف زي ما حضرتك قلت موجوده في شبرا الخيمه، موجوده في في في, في كل تقريبا معظم محافظات الجمهوريه. احنا بس هنركز على القلوبيه ولا لا هنروح نشوف ازاي ممكن ان احنا نطور هذه الاماكن في كل المحافظات؟ في كل المحافظات، ما فيش محافظه ما فيهاش ارض اوقاف هنشتغل عليها، يعني جميع اراضي الاوقاف المتاحه للعمل عليها. احنا دلوقتي بنعمل اتفاقيه بيننا وبين وزاره الاوقاف ان احنا في اتفاقيه عامه ان احنا نشتغل على الاراضي المتاحه للعمل عليها، ويبقى بنظام الاستثمار عليها او نظام بديل. يعني هيبقى على فكره تبقى الناس عارفه حاجه، هيتعمل جميع انواع السكن على الاراضي دي، من اول اراضي بديله للمحاور بديله للعشوائيات، متوسط فوق متوسط، استثماري راقي، كل ده جميع وخدميه وترفيهيه، كل حاجه هتتعمل. كل ارض يدرس عليها هيتعمل عليها ايه؟ هل المنطقه هنا في احتياج لايه؟ مش هيتعمل عليها ايه احنا من عندنا، لا ده الموضوع، هل الارض المنطقه دي في احتياج لايه؟ محتاج لسكني ولا خدمي ولا حتى ترفيهي؟ كل حاجه بتدرس الاول قبل ما نشوف المجتمع ده محتاج ايه ونبدا نطرح عملنا عليه. تقنين وتوفيق الاوضاع، هل حضراتكم شايفين ان هناك اقبال من المواطنين في بعض هذه الاماكن على ان هم يظبطوا اوضاعهم علشان ما يبقاش في تعدي على اراضي الدوله؟ خلاص احنا في دوله القانون اللي بيرسخ دلوقتي في الفتره الموجوده حاليا، فكل الناس بقت عارفه خلاص. كان الاول زمان يقول لك ايه، اعمل ويلا الوضع يبقى الوضع ما هو عليه، وحط ايدك على الارض. الكلام ما عادش موجود دلوقتي، كل واحد دلوقتي حتى اللي كان مخطئ بيحاول يصحح من خطأه. دلوقتي الدوله بتتيح حالا في الفتره الحاليه تصحيح اخطاء الناس، وبتطرح قوانين تصالح على مخالفات البناء و و و، لكن هل بعد كده الدوله هتسمح ان اغلط وتعالى تصالح، او اعمل الغلط وتعالى لا، مش هيسمح بذلك بعد كده. مش هيسمح مثلا زي ما قلنا في العشوائيات، هل احنا بنصلح مشاكل الناس زي ما جناس بانيه تحت الضغط العالي وعايشه تحتيه، بنصلح اخطائهم هم، هل انا كدوله بعد كده هسمح ان واحد يغلط تاني علشان اصحح له غلطه؟ لا، يبقى احنا كده يعني زي ما بيقول بالبلدي بنحرق في ميه. ده كلام غير مقبول بعد كده. الدوله لن تسمح في المستقبل باي اخطاء بعد ما نصحح الاخطاء دي. احنا نصحح اخطاء الماضي مع الناس ونحاول نوصل للحلول الصحيحه وسقف من تطبيق القانون الصحيح، لكن بعد ذلك مش هنسمح لحد يغلط من تاني عشان نصلح من تاني عشان نسلم. بالذات اللي تعدي على الاراضي الزراعيه يعني خسرونا كتير جدا، وفعلا جريمه، يعني جريمه بترتكب في حق حتى المواطن المصري، لانه الارض الزراعيه بتساوي حياه فعلا. يعني الاراضي الزراعيه هي يعني، واحنا طبعا بمناسبه عيد الفلاح المصري احنا محتاجين لكل شبر من اراضينا الزراعيه، محتاجين لهذه الاراضي. احنا يعني حتى يمكن الفتره الاخيره احنا كنا او اقتصاد بلدنا قام على الزراعه. احنا خلينا نصحح مفهوم برضو في النقطه دي. في من ضمن الدراسات اللي عملها الصندوق اللي هي الامتداد العمراني، احيانا الناس جايه على الامتداد العمراني تضطر انها تعمل عشوائيات عليه وتحول لعشوائيات. في بعض الاماكن متخللات داخل الكتله السكنيه حته ارض زراعيه، لكنها زراعيا بتبقى ضعيفه، ما بتنتجش، ولكنها مسجله زراعيه. هنا بنيجي نتدخل ندرس هل الارض الزراعيه دي كانتاج زراعي تصلح ولا هتنتج ولا لا، تسيبها للزمن وبعد كده الناس هتحولها عشوائيات. هنا في دراسات الصندوق لما جينا نغير اسم الصندوق من ثلاث سنين درسنا في حاجه الامتداد العمراني، الامتداد العمراني برضه في اراضي زراعيه تلاقيها متخمه للزراعه او داخل المدن والكتله السكنيه الناس بتحولها لعشوائيات ودور مخططه. لا، يلحق احنا قبل ما تتحول لعشوائيات نخططها وندخلها داخل الحيز العمراني، فبنحاول نحل المشكله دي. هنا بقى الناس برضه عشان بعض الاقلام على تقول لك ده بيهدروا ويضيعوا الرقعه الزراعيه، لا احنا كدوله بندرسها الاول، وقبل ما بنقول ان في فدان زراعه اللي هو الغير منتج اللي غير مفيد، قبل ما نقول ان في فدان زراعه هنبدا نحوله لكتله عمرانيه وهو اصلا متحول او متحول لعشوائيات، بيكون قدامه 1000 فدان بيستصلح في اماكن اخرى. احنا بنحاول نوصل للمعادله الصعبه قوي، ازاي الرقعه الزراعيه اللي نقام محمد علي عماله تقل 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 تقل، يعني عماله محمد علي ولد في العصور الحديثه تقل تقل تقل، لا ازاي احنا مبادره سياده الرئيس اصلاح 1,500,000 فدان ومليون ونص فدان، ازاي المبادره دي تحقق
قبل ما نقول ان في اراضي زراعيه الناس بتحولها لمباني او احنا بندرس صلاحيتها للزراعه او صلاحيتها غير الزراعه. فلازم الناس تفرق هنا، عشان بعض حضرتك ده دخلوا عملوا الارض الزراعيه وهيضيعوا الرقعه الزراعيه. لا لا، الكلام ده ما بيحصلش غير بعد دراسه متانيه جدا 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 جدا. فاحنا برضو بنناشد الناس، ما حدش يحل حلول فرديه مع نفسه. صحيح. بالدوله تدرس صح وتحط تخطيطها الصحيح لكل شيء. عمرها ما تحط تخطيط يضر مستقبل البلد، احنا كلنا بنشتغل على حلول. وبنحارب العشوائيه والفساد كمان في نفس الوقت. اكيد اكيد. انا بشكرك المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه، شكرا لك.